إذا السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم كل مرة نجيب لكم الجديد عبر القناة عبد اللطيف القنوري. الآن حنا كنتواجدوا في مدينة السعيدية الجوهرة الزرقاء، وكاين هذه الفيلا هذه هنايا للبيع، اللي فيها 100 متر مجهزة، يعني الإنسان يدخل يسكن ما يزيد عليها حتى شي حاجة. تصميم روعة كما كتشوفوا، الواجهة ديال الفيلا هي هذه كما كتشوفوا، فيها التحت والفوق. بسم الله على بركة الله، غادي ندخلوا باش تشوفوا هاد الفيلا هادي. بسم الله، عندنا هنايا واحد الجلسة، هي جردة كما نقولوا، هي بالنسبة للمتراج فيها 100 متر كما كتشوفوا، يعني الصورة غنية عن التعريف. عندنا هنايا هاد الباب تاع الحديد، وعندنا هنايا هاد الجلسة هادي كما كتشوفوا. عندنا هنايا واحد الدوش، وماشي بعيدة على البحر، واحد 300 متر تقريبا. عندنا هنايا جلسة اللي بزليج ديالها مفينية مريقلة كما كتشوفوا. تصميم روعة ما شاء الله، الزليج ديالها بالرخام ديالها بجميع الصوالح ديالها تبارك الله. كاين هذا الحجر هذا اللي على الباب كما كتشوفوا، ذوق زوين الحجر هذا، يعني راه داير على الباب كامله. عندنا هنايا باب خشبيه، باب خشبية كما كتشوفوا، تصميم روعة صحيحة. بسم الله. إذا هنايا كاين صالة، صالون عندو السرجم ديالو كيشوف على برا كما كتشوفوا، تصميم روعة. كاين القبص، انستالاسيون ديال لاكليم، لي سبوت، كاين هاد الديكور هذا ديال الحجرة اللي هنا جا في الصالة، الرخام، الزليج، يعني للتذكير هاد الصالون هذا كما كتشوفوا، اللي بغاه شي حد يخليوه له، لحقاش راه مفصل على حساب الصالة، إلا هاد الصالون هو اللي غادي يجلس، غادي يبقى هنايا، طبيعة الحال مفهمة، كما كتشوفوا تبارك الله. شوفوا الرخام. شوفوا القبص، عندنا الدروج هيها، غادي ان شاء الله نطلعوا للبروميان باش تشوفوا. عندنا هنايا واحد السرجم اللي كيطل على برا، الومنيوم داك هذا اوتي مستكر هنا باش ما يدخلش الناموس، راه دايرينو في الصاله هنايا ودايرينو لداخل، غادي تشوفوا. ها هو هذا باش ما يدخلش الناموس والحشرات، شفتو هذا يطلع ويهود. ها هو عنده الخور ديال هنايا. عندنا هنايا كاميرا باش تشوف شكون اللي راه كيدق. عندنا هنايا القبس كما كتشوفوا، عندنا هنايا الكوزينه، كوزينه متسعه كما كتشوفوا، يعني كاين جلسه هنايا فين ياكلوا. كتشوف الكوزينه تبارك الله، بها بالرخام ديالها، بلاكارات، بكل شيء، يعني كوزينه مجهزه ما زيد عليها حتى شي حاجه، كل شيء فيها، الرخام، بلاكارات، كل شيء. عندها السرجم كيشوف لبرا، الومنيوم، تصميم روعة ما شاء الله. نشوفوا الحمام، عندنا هنايا لابابو، الحمام،
حمام متسع، عنده الباب ديالو ديال الخشب، الزليج ديالو حتى للفوق طالع، كاين هنايا واحد السرج صغير، الباب خشبية كما كتشوفو، شي حاجة اللي صحيحة، زليج عاود حتى للفوق، عندنا هنايا لابابو، عندنا هنايا تحت الدروج فين يديرو الماشينة والسخان ديال الماء، عندها الباب ديالها تاع اللوح، دروج بالرخام باش تطلع الفوق، كرياجات ألومنيو يعني طالع حتى الفوق، حنا كنتواجدو الآن في الطابق الأول اللي فيه ثلاثة ديال البيوت وحمام، نبداو بالحمام تقريبا بحال لتحت، يعني الفصالة ديالو بحال لتحت، تا هو عندو لابابو هنا، عندو هانتوما تشوفو، يعني الصورة غنية عن التعريف باش تعرفو تفاصيل حمام متسع، الباب ديالو خشبية. زليج حتى الفوق، هنا كاين لافابو لاشاس، يعني تبارك الله حمام دايزو الكلام، يعني معتمر متسع، فيها ثلاثة ديال البيوت هنايا باش تعرفو البيوت، ها الأول، هذا البيت الأول به عندو البلاكار ديالو كما كتشوفو، البلاكار ديالو حتى الفوق، القبص ستالاسيون ديال لاكليم، يعني تبارك الله تصميم روعة ما شاء الله. هنا كاين البالكو، هنا كاين بالكو كبير، قرياجات ديالو ألومنيوم، هنا كاين الباب ديال الشباك بالحديد، الريدو يطلع بالضو، الريدو هنا كيطلع بالضو، يهود بالضو، البيت كبير تبارك الله، يعني معتبر كما كتشوفوا، يعني الصورة غنية عن التعريف، الانستالاسيون ديال الضو، يعني فيه تقريبا كل شيء اللي غادي يشريه يدخل يسكن، ما تزيد عليه حتى شي حاجة، كما كتشوفوا يعني شي حاجة تبارك الله معتبرة. نمشيو نشوفوا البيت الثاني، بسم الله، هنا كاين البيت الثاني اللي عنده السرجم ديالو على برا، وحتى هو عنده الانستالاسيون ديال لاكليم والبلاكارات كما كتشوفوا، بلاكار حتى للفوق، جوج ديال البيبان، عنده حتى هو السرجم ديالو باش يدخل الضوء، ألومنيو، كرياجات تاع الحديد، يعني باش تعرفوا التفاصيل. نمشيو نشوفوا البيت الثالث، هو هذا البيت الثالث تبارك الله كبير، وعنده بالكو ديالو، وكذلك عنده البلاكار حتى الفوق، يعني من القنت حتى القنت كما كتشوفوا، البلاكار تبارك الله واسع تاع الخشب، القبص تصميم تبارك الله روعه، انستالاسيون ديال لاكليم، تقريبا كاع البيوت عندهم انستالاسيون ديال لاكليم، هاد البيت هذا عنده بالكو تا هو اللي كيشوف الشارع الكبير،
ما كاين كاميرا والحمد لله. هذا الحي هذا فيه سيكيوريتي وحي نقي. كرياج تاع الحديد كما كتشوفوا، السرجم تاع الالومنيوم، الريدو يطلع بالضو. وما نساوش الشباب خشبيه، تبارك الله، شي حاجه اللي ممتازه ما شاء الله، اللي باش تعرفوا التفاصيل كامله. وغادي ان شاء الله نخلي لكم الرقم التليفون اللي بغاها يتصل ونزيدو نعطيو له اكثر المعلومات ان شاء الله. نطلعوا نشوفوا السطح، كما قلنا الكرياج حتى الفوق الالومنيوم الرخام، يعني الصوره راه غنيه عن التعريف. داكشي اللي كتشوفوه راه هو اللي كاين. كرياج حتى الفوق، زليج رخام، تبارك الله، اللي غادي يسكن فيها راه ما غادي يزيد حتى شي حاجه، يعني تسكن صافي ما تزيد والو. شباك تاع الحديد كما كتشوفوا، يعني انتم تشوفوا السطح تبارك الله واسع ومزلج، لاكليم فين تنشر الحوايج ديالك، انتم الضوايا كما كتشوفوا كلشي مسقف، يعني كلشي مسقف كلشي مريقل. هنا كاين واحد فين يعني فين كتخليو الصوالح ديالكم وفين ديروا داكشي، يعني مسقفه فيها الضوء وفيها الماء. يعني إذا بغى شي واحد يدير هنا ماشينا لافي مثلا، ولا يدير شي حاجه، المهم اللي كتستعمل ديال الضوء ولا الماء. كاينه الشباك بالحديد، السطح راه واسع تبارك الله كما كتشوفوا، كاين ليه الضوء، كاين ليه عاود الضوء، كاين ليه الماء. كرياج ديال الحديد ها هو، يعني السيكوريتي بالنسبه للاطفال هي على الشاطئ السعيديه، واحد 300 متر تقريبا. انتم تشوفوا عينيه ما شاء الله، اللهم بارك، الله يسخر للجميع. ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، ودعموا هذه القناه هذه باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. يعني منزل تبارك الله روعه، روعه التصميم، يعني كامل مكمول، ما تزيد عليه حتى شي حاجه. لافينيسيو الزليج الرخام ديالو، القبس، البيبان الومنيو، يعني السراجم الومنيو، الريدو يطلع بالضوء يهود بالضوء، تقريبا كل شيء فيه ما تزيد عليه حتى شي حاجه. يعني اللي غادي يشريها غادي يسكن ما يزيد حتى شي حاجه، كل شيء موجود. كما قلنا انستالاسيون ديال لاكليم، البيبان ديال الخشب، يعني الحمد لله تبارك الله ان شاء الله غادي نهودو في الدروج باش تشوفوا الدروج كي دايرين. هانتوما تشوفوا الرخام تبارك الله حتى الفوق، كرياجات تاع الالومنيوم عاود حتى الفوق، القبس الفينيسيو كلشي تبارك الله هو هذاك. التصميم تبارك الله روعة. ثم باش تشوفوا هو الشارع، هاي زنقة يوسف بن تشافين متوجه هنايا في السعيدية، زنقة يوسف بن تشافين، وكتبقى لك منا 300 متر للشاطئ السعيدية. يعني من الشاطئ حتى لهنايا 300 متر كما كتشوفوا. حي تبارك الله زوين، كالم، سيكيوريتي، يعني ما تخاف حتى بشي حاجة. هذا اوتي مستيكر هنا باش ما يدخلش الناموس، راه دايرينو في الصالة هنايا ودايرينو لداخل. غادي تشوفوا ها هو هذا باش ما يدخلش الناموس والحشرات، شفتوا
هذا يطلع ويهود. ها هو عنده الخوذ ديال هنايا، ها هو شفتو، حتى هذا كيطلع ويهود شفتو.